ختم الصلاة ده جميل قوي. كيف يختم الإنسان الصلاة؟ أحب الأوقات التي تكون فيها قريب من الله بعد السلام عليكم، السلام عليكم أي بعد عبادة. النتيجة مولانا، النتيجة أستغفر الله ثلاثة. ليه مولانا؟ ده وقت محبب. قراءة آية الكرسي مرة بعد كل صلاة، حديث حسن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين السام يعني الموت، فليس بينه وبين الجنة إلا السام يعني الموت، فإذا مات دخل الجنة. استغفر الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 أو 34. فمن قرأ 33 لا إله إلا الله لا شريك له ولا ملك له الحمد لله كل شيء قدير، كل تسبيحة بعشر حسنات وكل تسبيحة بعشر سيئات تمحى. من فعل كم سيئة كده؟ 5000 سيئة في اليوم، كتير أو كتير. 5000 سيئة كتير، ختام الصلاة يغفر 5000 سيئة في اليوم، وتأخذ 5000 حسنة، وبكل تسبيحة شجرة. بكل تسبيحة إيه؟ كل سورة الإخلاص، سورة الفتحة، ختام الصلاة جميل أوي. ثم نختم بالدعاء.